بسم الله الرحمن الرحيم. نحل التمرين الرابع اللي هو هذا التمرين. هو تمرين بسيط. قال لك توجد شحنتان نقطيتان من إشارتين مختلفتين ناقص كي وزائد كي، كما راهو ممثل ناقص كي زائد 2 كي، وكاين المسافة اللي بيناتهم هي R اللي هي الطول أبي. أول حاجة أحسب القوة أف أ المؤثرة على الشحنة بليس دو كي. قوة أف أ يعني اللي تأثر بها ناقص كي على بليس دو كي. مثلها اولا هذه اف سالبه وهذه موجبه، اف سالبه وهذه موجبه يعني يصير تجاذب. هذه هي اف، هذه هي اف اللي اف واحد اللي رانا نحوسوا عليها يعني يجي في هذا الاتجاه، وهذا شعلة وحده محمول عليه اللي هو أه. ولا نفسه اي شعلة وحده اي صح. احنا اف واحد شو تساوي ك في الشحنة الأولى اللي هي ناقص كي، في الشحنة الثانية اللي هي 2 كي، يعني تولي ناقص 2 كا كي مربع على المسافة اللي ما بين أ و بي اللي هي R على R مربع في شعلة واحدة اللي هو E واللي هو A. هذه هي F واحد شتساوي، عفوا هذه القوة شتساوي. روغ بعد ما حسبنا القوة قال لك احسب العمل دبليو في ال هذه القوة الكهربائية مطبقة على ذلك. بصح عطاك شرط، قال لك من عندما تنتقل من ما لا نهاية، من ما لا نهاية حتى الار، حتى الأ الار تساوي أ عن بعضهم. يعني إذا العمل نحسبه من ما لا نهاية حتى الأ، يعني ار هذا الطول يساوي طول أ صح تاع القوة F. F1 شو تساوي F1 في الانتقال على هذا الطول على DR، في DR في الانتقال DR هذه W شو تساوي، وتساوي F رانا صايبينها تساوي ناقص 2 K كي مربع K كي مربع في شعلة وحدة E على R مربع في دي ار صح. احنا يا هذا اف اف ا ودي ار هذا اشتاه عباره عن جداء سلمي تساوي الطاوله الاول في الطاوله الثانيه في الزاويه المحصوره ما بين اف ا ودي ار، واف ا ودي ار الزاويه المحصوره ما بينهم صفر كوس الصفر تساوي الواحد. يتسمى هذه الاشعه نقدروا نتخلاو عليهم، يعني شات تولي ناقص 2 ك كي مربع على ال مربع دي ار. هذه دي دبليو في لانه نخدموا دي ار عنصرين. ضرب بها نحوس على دبليو في نديروا التكامل من ما لا نهايه حتى ال تاع القوه اف في دي ار، قلنا ندخلوا التكامل لهنا نخرجوا الثوابت من ما لا نهايه حتى ال، نخرجوا الثوابت اللي هما ناقص 2 والكا والكي مربع. الار متغير لانه التفاضل تاعنا راه يتغير على دي ار، يعني يولي في التكامل تاع واحد على ار مربع دي ار. التكامل تاع واحد على ار مربع دي ار هو اشتهو هو ناقص واحد على ار من ما لا نهايه حتى ال، يعني يولي ناقص مع ناقص واحد على ار تولي زايد تولي 2 ك كي مربع ف في واحد على ار، هي ناقص واحد على ار مع هذه ناقص قلنا تروح من ما لا نهاية حتى ال، نعوضو بال تولي واحد على ا، وبعد نعوضو بالما لا نهاية واحد على ما لا نهاية صفر، يعني مع التالي تولي 2 ك كي مربع على من على ا. هذه هي العمل من ما لا نهاية ل تاع قوة اف اف واحد، هذا هو دبليو في ا صح. بعد قال لك استنتج الطاقة الكامنة او بي ا للشحنة، هذه شحنة عندي كيف نستنتجو؟ نعرفو باللي العمل تاع القوة الكهربائية اللي هي قوة محافظة شي يساوي ناقص دالتا او بي من ما لا نهاية حتى ال، يعني يولي ناقص او بي عند ا ناقص او بي ا
او بي عند ا ناقص او بي عند ما لا نهايه، بناقص او بي عند ما لا نهايه قلنا ش تساوي دائما الصفر، يتسمى تساوي ناقص او بي او بي ا. او بي ا اشتهي تساوي ناقص ناقص او بي ا تساوي العمل عند اف ا. احنا نحسب، قال لك احسب الطاقه كامنه او بي ا، يعني في الحاله الاولى هذه هي او بي ا. ضربك او بي ا ناقص كون ندوها العمل من هي ناقص العمل، العمل لهنا هذا بالجول، يعني او بي ا تساوي ناقص 2 ك كي مربع على جولة. هذه صح، نواصل الجزء هذا في المقطع الموالي، والحمد لله رب العالمين.